يعني بداية أنا بوجه التحية لسكان محافظة بيت لحم، وبحكي لهم أنه الحالة الموجودة في المحافظة هي حالة طارئة وأزمة بتعدي إن شاء الله، لنتضافر ونتعاون جميعا في التغلب على الواقع الموجود. وجودنا الآن هون هو للحد ولمنع خروج سكان المحافظة إلى خارج المحافظة طبقا لقرار لجنة الطوارئ العليا في المحافظة برئاسة مفتي المحافظة.